فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك ولما بلغ أشده واستوى وكذلك نجزي المحسنين ولما بلغ أشده واستوى وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان فاستغاثه الذي من شيعته على
إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني
وجيء رجل من أقصى المدينة يسعي وجيء فاخرج إني لك من الناصحين ولما توجه تلقاء مدين قال عسي ربي ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما
ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى